السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا شفت الفيديو بتاع ايا كوكي. الفيديو والله العظيم خلاني اعيط. عملت الفيديو بسرعة جدا، بس بالله عليكم بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو بتاعي او الفيديو بتاعها يدعي لها ان ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة، وتشوف البيبي بتاعها يا رب ويفرحها بيه ويديها كل اللي هي عايزاه وتتمناه. بصراحة كل ما كنت بشوف فيديوهات آية بتضحكني جدا، بتديني فعلا طاقة إيجابية، بتطلعني من أي مود أنا فيه. هي تستاهل كل خير، ادعي لها يا جماعة ربنا معاها يا رب، ويطلع لها البيبي بتاعها بألف سلامة، ويشفيها من اللي هي فيه، ويصبرها يا رب على العلاج القاسي اللي هي بتتكلم عنه، لأن فعلا الجو برد جدا على اللي هي بتقوله. بالله عليكم يا جماعة ادعوا لها، ربنا يشفيها يا رب يا رب، اللهم امين يا رب، اشفيكي يا رب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا آية، ويا رب تشوفي ابنك وتفرحي بيه يا رب، او بنتك، انا مش عارفة انت هتجيبي ولد ولا بنت، بس يا رب يفرحك بيهم يا رب، وتشوفيهم احسن ناس في الدنيا. وعايزة كل اللي يشوفني بالله عليكم ادعوا لها. انا مشاهداتي او مش كتيرة، بس لو ناس، لو حد واحد بس هو دعا من قلبه وباب السماء مفتوح، ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة وتشوف البيبي بتاعها على خير. بالله عليكم ما تبخلوش بالدعاء، ممكن يبقى في الظرف اللي هي فيه ده عند اي واحدة بطريقة مختلفة، او عند اي واحد هيشوفني بطريقة مختلفة ويكون محتاج للدعاء. هي فعلا محتاجة للدعاء، بالله عليكم ادعوا لها، ويا رب يا آية تقوم بألف سلامة يا رب، اللهم آمين. وإن شاء الله الفترة اللي جاية تفرحينا وتقولي إن ربنا قومك بالسلامة وبقيتي كويسة والبيبي كويس. السلام عليكم.